صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد وعدنا إخواننا ببيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفعل، فإن أحب إخواننا أن يكون على المنبر وإلا من ها هنا. نعم نعم، وإلا من ها هنا وصفناها كما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه بالفعل. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقعد على المنبر فيصلي، فإذا أراد أن يسجد نزل وسجد في الأرض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للأعرابي، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، الله أكبر. ومن أهل العلم من أجاز أي كلمة فيها تعظيم، لكن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن التوجه يكون بعد التكبير، على أن التوجه يكون بعد التكبير، وقيامك إلى الصلاة يعتبر نية، قيامك إلى الصلاة يعتبر نية، فلا يحتاج أن تقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مؤتمة أو إماما، قيامك إلى الصلاة يعتبر نية. بعد أن يكبر يرفع يديه مع تكبيره. وردت الرواية حدوى من كتفيه ووردت إلى فروع الأذنين، فممكن أن تكون رؤوس الأصابع إلى فروع الأذنين والكفان مقابل المنكبين. هكذا ثبت هذا الرفع في حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم، وفي حديث وائل بن حجر، وفي حديث أبي حميد الساعدين. ترفع يديك هكذا، وبعد أن ترفع تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك، وله كيفيتان: إحداهما الكف على الكف، الثانية الكف على الساعد. هاتان الكيفيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإرسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى هذا الصنعاني في سبل السلام عن ابن عبد البر، وحكاه أيضا صاحب الروض النظير عن محمد بن إبراهيم الوزير علامة اليمن، الذي قال الشوكاني: لو قلت إن اليمن لم تجب مثله لما أبعدت عن الصواب. فإذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك، أما ما يفعله بعض الناس أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على السرة، فهذا من طريق عبد الرحمن، فهذا من طريق إسحاق بن عبد الرحمن أو عبد الإمام إسحاق بن عبد الرحمن الكوفي، وهو ضعيف. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على السرة، ما ثبت هذا. وجاء في المجموع المنسوب إلى زيد بن علي، ولكنه من طريق عمرو بن خالد الواسطين، وهو كذاب. فعرفنا من هذا أن الصحيح هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر،
وعلى أن في الأحاديث التي هي على الصدر فيها مقال، فإن في الأول مؤمل في الإسماعيل وهو إلى الضعف أقرب حديث وائل بن حجر، وفي الثاني وهو حديث قبيصة بن هلف في عن أبيه هلف فيه قبيصة لم يروي عنه إلا سماك ابن حرب فهو مجهول، وفي الثالث الإرسال حديث طاووس كانوا يضعون أيديهم على أيمانهم على صدورهم في الإرسال، لكن هذه ثلاثة الأحاديث ترتقي إلى الحجية ولا هناك ما يعارضها مما يعني تركن النفس إليه. بعدها تستعيد بعد هذا تقول ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وهو أصح أدعية الاستفتاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الثلج، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وورد عن عمر أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، لكن هذا موقوف عن عمر وفيه كلام، وجاء مرفوعا وفيه كلام وفيه كلام فهذا. ثم أيضا ذكرت شيئا وهو وارد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي سنن أبي داود أنه يقول بعد أن يكفر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إلى آخر التوجه، يقول فإن قلت اللهم باعد بيني وبين خطاياي فحسن، وإن قلت وجهت وجهي، لكن ينبغي أن تحفظه من صحيح مسلم لأنه ليس فيه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هذا ليس في توجه علي بن أبي طالب الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبعدها إن شئت أسررت الفاتحة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس لا أسررت البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن شئت أسررت، وأما الفاتحة فبالجهدية يجرف الإسرار، أسررت البسملة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يكتفون القراءة بالحمد لله رب العالمين. في بعض طرق الحديث عند مسلم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شئت جهرت في الجهرية ببسم الله الرحمن الرحيم، فقد روى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى بهم وجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والإسرار أصح. وروى الإمام الشافعي في الأم أن معاوية صلى بالناس فأسر بسم الله الرحمن الرحيم فأنكر عليه الحاضرون، أنكر عليه الحاضرون، فالإسرار والجهر بسم الله الرحمن الرحيم كلاهما وارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن حديث الإسرار أصح كما سمعتم لأنه متفق عليه. بعدها تقرأ الفاتحة وينبغي أن تقف على كل آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا ينبغي وليس بلازم فقط، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان يقف عند كل آية، فإذا قرأت الفاتحة يشرع لك أن تقول آمين سواء أكنت إماما أم كنت مسمى. فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بآمين، وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. ثم بعد ذلك إن كنت إماما فينبغي أن لا تطيل القراءة حتى تنفر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني لا أدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأتجوز فيها لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أما الناس فليخف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي كما شاء أو كيف يشاء أو بهذا المعنى. وما هو التخفيف الذي هو مطلوب؟ معاذ كان يصلي بأصحابه فقرأ سورة طويلة، في بعضها سورة البقرة، وكان خلفه رجل يعمل وأعرابي وتعبان، ثم بعد ذلك أطال معاذ الصلاة فخرج ذلكم الرجل وصلى، فبلغ معاذا أنه ترك الصلاة معه وأنه صلى وحده فقال ذلكم مناف. فذهب الرجل يشكو معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا شديدا وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليقرأ الشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني بإحدى هذه السور التي هي متوسطة أو من قصار المفصل، ثم يقول له أفتان أنت يا معاذ. خطاب شديد لصحابي جليل فاضل يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضله وشرفه، فينبغي أن تكون صلاة الإمام وسطا، وأن إذا كنت منفردا فلك أن تطول ما شاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صلى ذات ليلة وقرأ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، فإذا كنت منفردا فلك أن تطول ما تشاء. بعد أن تقرأ الفاتحة وسورة تركع، تركع وليكن ركوعك وسطا، أعني لا تصوت رأسك وتدليه جدا ولا ترفعه، تكون هكذا تقول وترفع أيضا يديك عند الركوع، فهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث غير ابن عمر، تقول الله أكبر. طيب بعدها تسبح الله ثلاثا، أقل شيء ثلاث، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فيه زيادة وبحمده الظاهر أنها صالحة لكن ليست بالقوة مثل سبحان ربي العظيم، أقل شيء ثلاث. ثم بعد هذا ترفع وتقول سمع الله لمن حمده،
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقد قالها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من القائل؟ قال: انا يا رسول الله. يا رسول الله، قال: لقد ابتدرها 37 ملكا كلهم يريدون ان يكتبها. والحديث في البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فانه من وافق قوله قال الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث ايضا في البخاري. ثم بعد ذلك تطمئن كما عرفت في ركوعك وعند سمع الله وعند قيامك، ثم تسجد. وتسجد بعد ان تسجد ماذا؟ اي باي شيء تقدم؟ تقدم يديك. اذا نسيت شيئا تذكروني بارك الله فيكم جميعا. تقدم يديك، لان الحديث في السنن من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يبرك احدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وهناك حديث يعارضه، وهناك حديث يعارضه، حديث وائل بن حجر انه راى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقدم ركبتيه، لكنه من طريق شريك ابن عبد الله النخعي، وقد ساء حفظه لما ولي القضاء، وايضا اختلف عليه فيه، اختلف عليه فيه. فتقديم اليدين هو السنه، وان كان الحافظ ابن القيم في ذات المعاد ينصر تقديم الرجلين، وادعى انه حديث مغلوب، ادعى انه حديث مغلوب، لكنه لم ياتي ببرهان، انما اتى بحديث من طريق عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبري، وعبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبري متروك. فما اتى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد بحجه. تقدم ماذا يديك؟ تفضل بارك الله فيك، انت اردت تسال. رفع اليدين بارك الله فيك في 4 مواضع، يعني من عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند ماذا؟ وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط. هذا ثابت في الصحيح، وهناك أيضا رفع في السجود، لكن ينبغي أن ينظر. وإن كنا قد ذكرنا في رياض الجنة بعد أن تسجد: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن شئت أن تدعو دعوت. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فغمن أن يستجاب لكم، أي فجدير أن يستجاب لكم. وورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت إذا أطلت السجود ودعوت الله سبحانه وتعالى بما تحتاج إليه من خير الدنيا والآخرة، ولا تدعو بإثم ولا بضعة رحم، ثم تجلس بين السجدتين، تجلس بين السجدتين، ولك أن تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي 3 مرات. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولك أيضا أن تقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. هذا أيضا وارد، وفي سنده كلام، والظاهر أنه يرتقي إلى الحجية. الركعة الثانية كالركعة الأولى، ثم بعد ذلك التشهد الأوسط. ماذا كنا نقول في تشهدنا؟ بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، الحمد لله. الشباب الآن لا يعرفون هذا،
يعرفون الصحيح. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قاله الشوكاني في نيل الاوطار وهما فيه راو اسمه ايمن بن نابل، يعني بسهل وبالله ليس ثابته. فما هو الثابت؟ كيفيات اخرى فيها. لو كنا نذكر حديث ابن مسعود، نذكر حديث ابن مسعود لماذا؟ لأنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويدي بين يديه، يعني من أجل أن يتنبه وأن يلقي ابن مسعود سمعه وقلبه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له، ليست واردة في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ولو زدتها فهي ثابتة في غير الصحيحين. بعدها لك أن تدعو ولك أن تقوم، وفي الركعتين الأخريين ماذا تقول؟ كان آباؤنا وكنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، كنا نقول هذا. ثم يا رجال فتشنا كتب السنة كلها بحسب اطلاعنا فلم نجدها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكن وجدنا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول الصنعاني فإن قلت أنا قد قرأت بفاتحة الكتاب في أول ركعة أو في الثانية، قال فالجواب أن في بعض طرق حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علمه كيف يصلي، فقال له اقرأ بفاتحة الكتاب، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ففاتحة الكتاب يجب أن تقرأها في كل ركعة سواء أكنت إماما أو مؤتما. فيقول قائل إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وإذا قرئ فأنصتوا، وإذا قرأ يعني أي قرأ فأنصتوا. أما الآية فيقول الشوكاني إنها عامة مخصوصة بفاتحة الكتاب. وما هو الدليل على خصوصيتها بفاتحة الكتاب، على تخصيصها بفاتحة الكتاب؟ الدليل ما جاء في السنن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قد يقول قائل إن هناك حديثا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره وله طرب لا يثبت منها شيء، ويقول الطبري في سننه يقول ولم يرفعه إلا الحسن بن عمارة وأبو حنيفة وهما ضعيفان، هكذا يقول الدارقطني رحمه الله تعالى. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعتقد أننا قد مررنا مرا سريعا على الصلاة وعرفنا أن فاتحة الكتاب قراءتها واجبة في كل ركعة إلا من لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب. لك أن إذا كان الإمام يفرق فلك أن تقرأ. يقول الإمام إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين وسكت قليلا لك أن تقول الحمد لله رب العالمين، فإذا لم يفرق وتابع فتقرأ بعدها بعدما يقول آمين حتى ولو قرأ سورة أخرى. فمن هو الذي
يعفى من قراءة فاتحة الكتاب. من هو؟ هو الذي لا يحسن القراءة، قراءة القرآن، كبعض الشيبات وبعض العجائز. يعني تقول للصراط الذين أنعمت عليهم، يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يحرف أو لا يستطيع بحال من الأحوال. ففي السنن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن شيئا من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: يا رسول الله، هذه لربي، أي هذا الثناء والمدح لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فمسك بيديه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قال: أما هذا فملأ يديه من الخير، والكلام في سنده السكتكين، لكنه يعضده ما جاء في بعض طرق المشي صلاته، يعني يعضده إلى الحجية. فهذا مر سريع على نعم تفضل بارك الله. نعم، التشهد الأخير تضيف إلى ما سمعته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ليس لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل. نعم، تحريك الأصبع كنا نحركها، فإذا هي زيادة شاذة شددها زائدة ابن قدامة. المشروع هو الإشارة فقط، أما التحريك فوإن كان الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى وهو محدث العصر يقول بالتحريك: ففي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن الزبير وكان لا يحركها، لكنهم قالوا من طريق ابن عجلان وفيه كلام، لكن هذا زائد ابن قدامة خالف سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وبشر بن المفضل إلى قدر 12 واحدا، بحيث أن هؤلاء الأربعة كل واحد منهما من هؤلاء الأربعة يعتبر أرجح من زائد بن قدامة، فزيادته شاذة، فالتحريك ليس بمشروع. وكذا العجل ليس بمشروع. بعض طلبة العلم صحيح يعني كأن التقليد متأثرون بالتقليد، هذا العجل من طريق الهيثم بن عمران ولم يوثقه إلا ابن حبان وهو يوثق المجهولي. العجل عند القيام من الركوع، عند القيام من السجود، هذا أيضا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثابت في البخاري أنه كان يعتمد على يديه، يعتمد بيديه على الأرض، هذا هو الثابت، ليس فيه صفة العجل. هل هذه الصفة تكون للذكر والأنثى، للرجل والمرأة؟ سؤال حسن، أحسن الله إليك. نعم، هذه الصفة تكون للرجل والمرأة، ومن أهل العلم من يرى أن المرأة إذا سجدت ترخي عقبها، لكن أم الدرداء وكانت فقيها كانت تصلي كصلاة الرجال، والأصل هو عموم التشريع. الله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أعني ما ذكر النساء في قولها أقيموا الصلاة، لكن النساء يدخلن لعموم التشريع. نعم، حتى هذا
أدرك الإيمان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أدرك الإيمان راكعا قبل أن يقيم صلبه فقد أدرك الركعة. هذا قول الجمهور. أما الإمام البخاري وعزاه إلى أبي هريرة وإلى كل من يقول لقراءة فاتحة الكتاب من الصحابة، وتبعه على ذلك ابن خزيمة وأبو محمد بن حاتم والسبكي أيضا، فهم يقولون إنه لا يكون مدركا لها. ما دليلهم على هذا؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ودليلهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا آتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويقول وهذا قد فاته القيام وفاتته القراءة هكذا. ثم أيضا حديث صلي ما أدركت واقضي ما تبقى. قالوا وأما أدلتكم أيها القائلون بأنه يكون مدركا لها فصحيحها ليس بصريح وصريحها ليس بصحيح. حديث أبي هريرة الذي هو إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، هذا يقولون من قريب يحيى بن أبي سليمان المدني، وقد قال فيه البخاري إنه منكر الحديث. حديث أبي هريرة الثاني الذي رواه ابن خزيمة من أدرك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبة فقد أدرك الركعة، يقولون من طريق محمد بن أبي حميد المدني وهو ضعيف، وقد وهم فيه وإنما أصل الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما حديث أبي بكر الذي في صحيح البخاري يقول ليس فيه أنه اعتد بها ولا أنه لم يعتد بها، بل يقول أبو محمد بن حزم كيف تستدلون بشيء قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقيت أدلة القائلين الذين يقولون إنه لا يكون مدركا لها يعني صحيحة لأنها في الصحيحين وسالمة، فعرفنا من هذا أن الجمهور يقولون يكون مدركا لها، وأن البخاري وجماعة من أهل العلم يقولون لا يكون مدركا لها. أنت طالب علم تبحث لنفسك، أنا الذي أختاره لنفسي أنني إذا أدركت الإمام راكعا لا أعتد بها، ولا أستطيع أقول إن الذي يعتد بها صلاته باطلة. لماذا؟ لأن جمهور أهل العلم يقولون بذلك. بارك الله فيكم. أعني في المسائل التي يختلف الأنظار وتكون الأدلة قوية من الجانبين أو تكون الأدلة ضعيفة من الجانبين، فلا على من أخذ بهذا ولا من أخذ بهذا، فلم يزل الخلاف من مدة الصحابة إلى زمن الآن إلى زمن الحاضر، ولا يعيب بعضهم على بعض. نعم. من تعلم الصلاة على يد رجل يعتبر أو يكتبها العامة أنه عالما، فهل يكون مخطئا أم أنه واجب عليه أن يسأل ويتثبت من الدليل؟ سؤال حسن جدا. يقول من تعلم الصلاة على يدي رجل يظنه العامة عالما وفي الواقع ليس بعالم، أيكفيه هذا؟ إذا تعلمها وظنه أنه عالم نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه عن فيما مضى. أما إذا بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يجوز أن تعارض في قول أي أحد. إذا بلغت الشخص سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يجوز أن يقال إن هذا العالم قد علمنا كذا وكذا، لأن هذا العالم هو ممن يشمله قول الله عز وجل
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تقفوا ما ليس لك به علم. لا تتبع ما ليس لك به علم. أنا الآن إذا قلت لك تصل وتضع يديك هكذا وإذا يعني ركعت ترفع هكذا وإذا سجدت تفعل هكذا ولم أقل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بعلم. هذا ليس بعلم. العلم ماذا؟ هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن ابن عبد البر المالكي يقول أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من أهل العلم وغالب أولئك تجدونهم مقلدين. المذهب والمذهب سواء أكانوا شافعية أم حنابلة أم مالكية أم زيدية إلى آخره غالبهم تجدهم مقلدين. فسألوا عن الدليل إذا أحببتم أن تكونوا طلبة علم. سألوا عن الدليل. يأتي الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيقول يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسي. وهكذا إذا جلست عند العالم تسأله عن الدليل فإن كان يجد الدليل وإلا لو رحلت إلى بلدة أخرى لو رحلت إياك أن تأخذ دينك من الشارع أو أنك تظن أن فلانا عالم وليس بعالم. الشهرة لا تكفي. الشهرة لا تكفي في هذا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل 69 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي على شخص يا إخواننا متعبد وهو جاهل فدل على راهب فسأله يعني وهو في نظر الناس أنه أعلم أهل الأرض وفي نظر الناس أنه أعلم أهل الأرض خدعهم بعبادته. ثم بعد ذلك ماذا؟ فسأل فقال له هل لي من توبة؟ قال لا. ثم قتله ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فسأله قال ماذا؟ قال له أخبر الخبر فقال ومن يستطيع أن يحول بينك وبين التوبة ولكن أرضك أرض سوء أرض سوء فهاجر عن أرضه. فخرج مهاجرا إلى الله فأدركه الموت وهو فنزلت ملائكة الرحمة تأخذه ونزلت ملائكة العذاب تأخذه. ملائكة الرحمة يقولون أتى تائبا وملائكة العذاب يقولون ما عمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا ليحكم بينهم أن قيسوا ما بين الأرضين فوجدوه في الأرض الطيبة أقرب بشبر وفي بعضها فناء بصدره عند موته يقدم صدره. فهذا دليل على ماذا؟ على أننا ما نقتر بالشهرة. الإمام مالك ملتزم ألا يروي إلا عن ثقة لكنه في ذات مرة روى عن ضعيف فقيل له ما لك رويت عن عبد الكريم بن أبي المخارب وهو ضعيف يا مالك؟ قال غرني بكثرة صلاتي. هكذا العبادة محمودة لكن لا تدل على أن الشخص عالم. الزهد في الدنيا محمود لكن لا يدل على أن الشخص عالم. الخطابة والوعظ محمود لكن لا يدل على أن الشخص عالم. لا يدل. من الذي يعرف العالم؟ هم العلماء. العلماء هم الذين يعرفون أن ذاك عالم أو ذاك جاهل. أما أن يكون في أرض الحرمين ويلبس الهبش ويسوي له ويدعي أنه كذا وكذا وأما عندنا ها هنا وتراه بعمامته وتراه بالجبة وغير ذلك هذا كله لا يدل. ولسنا ندعو إلى ازدراء العلماء. لسنا والله ندعو إلى ازدراء العلماء ولا إلى احتقارهم
فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن ندعو إخواننا إلى التثبت في العلم. طيب بالنسبة لصلاة الجماعة ما ذكرت عنها؟ على هذا لا، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على سبع أظهر، وأشار إلى جبهته وأنفه. بالنسبة لصلاة الجماعة طيب هذا العمل لا يبلغ حتى الشرك، ولكنه بدعة، لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المقبرة كأن على رؤوسهم الطير، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظهم ويبين لهم عذاب القبر ونعيمه. هكذا ينبغي أن يفعل، وينبغي أن يدعى للميت، وأن يخلص له الدعاء، وأن يكثر المصلون. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ميت مسلم يصلي عليه أمة من الناس لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فينبغي أن ننبئ الناس إذا حصلت جنازة من أجل أن يحضروها، ثم بعد ذلك أيضا في الصلاة وفي قاء، وبعدها يبادر بقضاء دينه. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه. وبعد ذلك إذا مات وعليه صوم يصام عنه. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وبعد ذلك إذا مات، وقول بعد ذلك ما هي إلا كلمة تجري على اللسان ليست للترفيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن رجل مات ولم يحج ولم يصل، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: تقض الله، فدين الله أحق أن يقضى. وهكذا الوصية تنفذ إذا كانت وصية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما تلكم الدندنة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالتشهد الأخير عندما يصير بعد التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن سوء الحال، إلى آخره، هل يصح هذا الدعاء؟ هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة، يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيشرع أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قلنا بالنسبة لصلاة الجماعة ما ذكرت عنها شيء، مثل تكبير الصفوف مثلا. لكن ما بان أصلها هذا حديث مالك بن الزبير، وهي جلسة الاستراحة التي يسميها أهل العلم جلسة الاستراحة. بارك الله فيك على هذا التنبيه. هذا ثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في وتر من صلاته يجلس قليلا ثم ينهض. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ينبغي أن تكون الجلسة صغيرة لأنه لا ذكر فيها، والصلاة لا يخلو شيء منها من الأذكار، فينبغي أن يجلس ثم يقوم سريعا. هذه في ماذا؟ هذه تسمى جلسة الاستراحة، وليس هناك شيء من الأدلة يعارضها، فهي سنة
ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلي بن أبي طالب حسبه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. والحديث له طرق يبلغ بها إلى حد التواتر، ويقول علي ويقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ويقول فيه والذي يقول علي والذي خلق الحبة وطرأ النسمة لعهد عهده إلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يحبك إلا مؤمن ولا يغضبك إلا منافق. لكن كون علي له حوض وكون بارك الله فيكم يعني أنه يشغل يفتي الناس، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ذكره ابن الجوزي فحسبه شرفا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. ثم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فأوتي به وهو أرمل، فبسط في عينه كأن لم يكن به وجع، فبرئ ثم أعطاه الراية إلى آخر الحديث. فحسبه شرفا، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، وذكر قولين لأهل العلم، وهو يختار أن تقوم بجماعة أخرى حتى تحصل على الثواب كله، وأنا الذي أختار أنك تكون مع الإمام على أي حال. وأنا أدري أنك تأخذ اختيار شيخ الإسلام لأنه جزاه الله خيرا أعلم وأفقه ويعني أعلم بجميع، لكنني يا الحمد لله يعني ما عزمت أن أقلد أحدا. ونحن نحب شيخ الإسلام ونحب ابن القيم وابن الأمير والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب، نحبهم هؤلاء، لكن التقليد نعتقده محرما، نعتقد التقليد جهل، التقليد جهل وليس بعلم. ففيه هناك أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأن تكون مع الإمام، وفيه: وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجدوا فاسجدوا، إلى آخر الحديث الذي يظهر لأنك تكون مع الإمام على الحالة التي تفضل حبيب الله. إيه؟ إيه؟ لا يستمر على التسبيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسبح 11 أو يستمر عليه. إلى هنا يا فضل. لا يهدم الجامع ما دام أن القبور متقدمة، فيهدم الجامع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا بارك الله فيك. وإذا كان القبر ماذا؟ أدخلوه في الجامع. يخرج، لأن ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلهم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا بأس، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا إلى هذا في رياض الجنة، وهناك كتاب قيم لبعض إخواننا الأذان وفضله، وقد إن شاء الله أنه أرسل للطبع، فهي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أمر أريد أن أنبه عليه، أنه لا يجوز لنا أن نختصم نحن وإخواننا الذين يؤذنون بحي على خير العمل. نحن أنفسنا لا نؤذن بها لأننا لا نراها مشروعة، لكن إذا كان يؤدي إلى خصام فليؤذنوا ونحن نصلي بعدهم والصلاة صحيحة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خير الجزاء.